احنا لسه مكملين مع وزارة التربية والتعليم، بس كلامنا مع وزارة التربية والتعليم هيرجعنا لموضوع انا كنت اتكلمت فيه مع حضراتكم من اسبوعين. هرجع للواقعة الاساسية اللي عندنا. طبعا حضراتكم كل الناس تابعت وقعة الطفلة بسملة. بسملة طفلة زي القمر زي ما انتم شايفينها بتعاني من التنمر في دمياط من مدرس العربي، مش عارفة ازاي مدرس بس ماشي، واللي طبعا بيدرس ليها في تانية اعدادي لمجرد انها عندها بشرة سمرة جميلة لو استمر نص الجمال العيون والسمار الجميل بتاعنا. هذا الشخص المدرس الغير مدرس سأل بسملة عن اسمها. بسملة اسمها بسملة علي عبد الحميد. طلب من زمايلها في الفصل لأنه شخص عنده قصور في التفكير وربما في الإدراك أو بيعاني من مشاكل نفسية معاناة الحياة، أنا مش طبيبة نفسية عشان أحلله لكن يعني عنده مشاكل الرجل، فقال لهم اعربوا جملة بسملة طفلة سوداء، وده اللي كان ليه أثر أكيد سلبي جدا على بسملة اللي رفضت، وأنا بحييها على رفضها إن ترفض التنمر ضدها والأثر السلبي إنها ترفض تروح المدرسة بعد هذا الموقف، وده اللي خلى أسرتها إنها تروح وتشتكي وتدور على حق بنتهم وتثير أزمة كنا بنتابعها على مدار اليومين اللي فاتوا، وده اللي خلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يقرر إنه يوجه دعوة لبسملة لزيارته هي وأسرتها في مكتبه بديوان عام الوزارة للاعتذار ليها وتكريمها بعد ما أكد إنه التمييز والتنمر ضد أي شخص بسبب اللون أو الجنس مرفوض أخلاقيا ودينيا وتربويا. وطبعا ده موقف محترم جدا من وزير التربية والتعليم. وفي موقف آخر إن محافظ دمياط استقبلت بسملة ببوكي ورد وراحت لها في طابور المدرسة. الخطوة اللي بيقوم بيها وزير التربية والتعليم حقيقي بينقذ بيها مستقبل طفلة بتتعرض للتنمر بسبب شكلها أو لونها. واللي بيخليني أفتح مع حضراتكم الموضوع ده إنه حقيقي الخطوة اللي قام بيها دكتور طارق شوقي بتنقذ بسملة من مصير جلفدان. جلفدان تاني هرجع طول ما لسه حقها ما جالهاش هفضل أتكلم عليها. جلفدان أنقذها وزير التربية والتعليم، أقصد بسملة، من مصير جلفدان. جلفدان مصابة بسرطان الجلد زي ما حضراتكم كانت معانا وحضراتكم عرضنا صورها قبل كده وكل شيء. الاتنين بسملة وجلفدان ملهمش أي ذنب في إن شكل وشهم كده، محدش لا بيختار لونه ولا بيختار المرض اللي هيجيله. جلفدان اتخلت عن فكرة التعليم من الأساس، هربت وسابت المدرسة وخرجت وسابت مدير المدرسة والمدرسين وكملت حياتها بعيدا عن التعليم بسبب نفس أزمة التمييز والتنمر اللي حصلت. لكن الفرق ما بين بسملة وجلفدان إن بسملة هتتكرم من وزير التربية والتعليم، وجلفدان ما لقتش حد يحميها من كل اللي مارسوا التمييز والتنمر ضدها. ما لقتش وقتها وزير تربية وتعليم يهتم بيها، ما لقتش محافظ يحاول يلحقها، ولا كان موجود عندها سوشيال ميديا تقدر تتكلم عليها. الاتنين ما لهمش ذنب في اي شيء المجتمع بيعاقبهم عشانه او بيكونوا تحت عرض او تحت رحمة اشخاص مرضى نفسيين. جلفدان سابت المدرسة لانها بتحاسبها على شكلها على مرضها اللي مش بايديها تختاره أو حتى تغيره. أنا سعيدة بأن بسملة لقت حد يقف جنبها وما لقتش مصير جلفدان، بس لحد دلوقتي أنا بتمنى أنه يحصل تحرك ناحية جلفدان وأنها تتكرم وأن احنا كلنا نعتذر لها عن حرمانها من التعليم طول السنين اللي فاتت دي بسبب التمييز والتنمر. حقيقي هي ما لقتش حد يقف جنبها، لا لقت سوشيال ميديا وقتها تدعمها ولا لقت وزير تربية وتعليم يفكر فيها ولا تحرك أي حد عشانها، والنتيجة إنها اتحرمت من التعليم طول عمرها واتحرمت من مواجهة الناس. أنا بتمنى إنه الدعم اللي بيتقدم لبسملة يتقدم لكل شخص، كل شخص بيعاني من التنمر والتمييز
لكل انسان انه ليه حق في الحياه، زي ما بسمله من حق انها تلعب وتروح المدرسه وتستمتع بسنوات الدراسه وكل شيء، جولفدان كمان عندها الحق ده. وانا بستغرب انه محدش عايز يمدلها ايده لحد دلوقتي. يعني انا مش بطلب الطلب ده علشاني، لكن لو خدنا خطوه كبيره زي دي هتفرق مع ناس كتير قوي، ناس كتير من اللي حصلت لهم اصابات في حياتهم وابتلاءات وقرروا، او المجتمع الحقيقه هم ما قرروش، هم في البدايه المجتمع يحبسهم او ان هو ما يدهمش ابسط حقوقهم في الحياه. الاثنين ما حدش فيهم اختار شكله ولا لونه ولا ايه اللي هيحصل له، ما حدش بيختار المرض اللي هيبتلى بيه، وما حدش بيختار لونه وهو لسه يعني في بطن امه، ما حدش بيختار لونه، ما حدش بيقول انا هطلع ابيض هطلع اسمر عايز شعري اشقر عايزني مش عارفه ايه، ما حدش بيختار، سبحانه الخلاق. والاثنين زي القمر، الاثنين زي القمر وروحهم حلوه ونفوسهم صافيه، ربنا يرحمهم من الناس دي. ويا رب يا جولفدان حقك يرجع لك ان شاء الله يا رب. احنا بس انا ما كنتش اقصد ان احنا برضو نربط الاثنين او بقارن حد بحد، ولكن حقيقي بجد احنا في عندنا ناس كتير في حياتنا ضحايا ضحايا للتنمر والتمييز. يا رب يا جولفدان تلاقي حد ينصفك ان شاء الله.